أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه
اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. نور النور النور نور النور النور نور النور النور كلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشنا في الربع الماضي مع الخطاب القرآني هو كيكشف على المتاع الحقيقي اللي هو المتاع الأخروي اللي هي الله عز وجل العباد المتقين ثم كان الحديث على الشهادة ديالو عز وجل والشهادة ديال الملائكة وأولي العلم بوحدانية ديالو سبحانه وانفراده بالألوهية هذا الحديث اللي كان تمهيد للحديث على الإسلام الدين اللي اختاره الله عز وجل لكل البشر ومن ثم كان رد على المنكرين والمجادلين في حقيقة هالدين بالرغم من البراهين والحجج الواضحة اللي هما متيقنين منها وأيضا كشف على السبب في هذا الإعراض واللي هو الغرور وحسد المؤمنين على داكشي اللي رزقهم الله عز وجل يعني من رسالة ومن نبوة
ثم تختم هذاك الربع يعني ببيان حقيقة الإيمان والحب لله عز وجل. وفي الربع ديال اليوم إن شاء الله واللي هو الربع الثاني من الحزب السادس غادي ينتقل بنا الخطاب القرآني إلى الأسلوب القصصي المعتاد اللي عودنا عليه القرآن الكريم. والقصة اللي اختارها لنا السياق القرآني في هذا الربع يعني وفي الصورة ديال آل عمران كلها كتنسجم مع الموضوع ديال الصورة كاملة واللي هو إثبات الوحدانية لله عز وجل والتفرد دياله بالألوهية، وبالتالي الرد على أهل الكتاب يعني من النصارى اللي كيجعلوا عيسى عليه السلام إله يعني كيألهوه كيجعلوه ابن لله عز وجل، بل كيجعلوه ندا لله وشريكا له في الألوهية. فكتجي القصة ديال ولادة مريم يعني والحياة ديالها ثم مولد عيسى في هذا المقام باش تأكد على بشرية عيسى وأنه يعني هو رسول مصطفى بحال باقي الرسل اللي اصطفاهم الله عز وجل باش يبلغوا الرسالات ديالو للناس. تيقول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالله تعالى يعني خلق الخلق واصطفى منهم رسل وأنبياء كما اصطفى من الملائكة رسل. ولما كانت برو أعزائي هذه الآية كان وجدوا أن الله عز وجل ذكر آدم ونوح دون ما يذكر الأهل ديالهم، بينما ذكر إبراهيم وعمران مع الأهل ديالهم لما قال عز وجل آل إبراهيم وآل عمران، لأن إبراهيم وعمران كان استفاء لهم والذرية ديالهم، ولذلك قال الله عز وجل ذرية بعضها من بعض. فبينتهم واحد الاتصال في القرابة وفي الدين وفي التقوى وفي الصلاح. ثم كيعود بنا السياق القرآني يعني القصة ولادة مريم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وعمران أعزائي هو يعني الأب ديال مريم اللي كان من أحبار اليهود والصالحين ديالهم، وهو من نسل ديال هارون الأخ ديال موسى عليهما السلام. ماتوا وخلى الزوجة ديالو حامل، فندرات هذاك الحمل ديالها محررا أي مخلصا وخالصا لخدمة بيت المقدس، محرر يعني من أسر الدنيا ومن القيود ديالها إلى عبادة الله تعالى. وكانوا كيندروا الأبناء ديالو من هذه الخدمة إلى كان المولود ذكر. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فالله تعالى يعني أعلم منها بنفاسة بقيمة هذاك الشيء اللي ولدت، وأنها يعني أعلى شأن وخير من مطلق الذكر اللي يعني طلبته الله عز وجل. فليس مطلق الذكر بحال هذه الأنثى اللي اصطفاها الله تعالى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه هي امرأة عمران، يعني نموذج المرأة المؤمنة الصالحة اللي ندرت لله تعالى هذاك الشيء اللي في البطن ديالها، لأنه يكون خالص مخلص لله عز وجل، محرر من قيود الدنيا، أنه يكون خادم لبيت الله، بالرغم من أنها يعني كانت عاقر ما كانتش كتولد وكانت بشوق للذرية، ومع ذلك يعني المحبة ديال الله عز وجل في القلب ديالها والخدمة ديال الدين ديالو أكبر من الذرية. والزوجة ديال عمران هذه يعني هذه المرأة الطيبة لما درات هذاك الشيء في البطن ديالها كانت كتظن أنه غيكون ذكر، لكن لما ولدتها لقاتها أنثى، وما كانش معهود يعني عندهم في ذاك الوقت أن الأنثى تخدم بيت المقدس ويعني وتنقاطع وتفرغ للعبادة، لكن هذه المرأة الصالحة يعني وفات بالنذر ديالها وهبات الإبنة ديالها لبيت المقدس، يعني واللي سمتها مريم على اسم مريم أخت موسى وهارون، يعني والمعنى ديالها في العبرية العابدة. وهبتها لخدمة بيت الله يعني من بعد ما أعاذتها وهي والذرية ديالها من الشيطان الرجيم، فاستجب لها الله عز وجل. تقول حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها، وذلك يعني بدعاء أم مريم لهم. أحبة الكرام يعني ما كانت دبروا كانت أملوا هذه الآيات اللي كتخشع النفوس وكترقق القلوب كان وجدوها يعني عبارة على مناجات ما بين هذه المرأة الصالحة وما بين الله عز وجل، المناجات اللي هي عبادة لله تعالى كيتجه فيها العبد يعني الضعيف الملاه بدون حدود وبدون مسافات، بحيث يعني كتعرج الروح في المدارج ديال القرب والمحبة والخشية والرجاء. كما أن هذه الآيات يعني فيها بيان الدعاء اللي خصها تدعي به يعني كل مرأة مؤمنة في الفترة ديال الحمل ديالها. نعم أختي الحبيبة، يعني ما يكونش الهم ديالك في هذه الفترة فقط يعني الدنيا من شكل ومن رزق، ولكن يعني اسأل الله تعالى أن الدرية ديالك تكون صالحة وتكون خالصة لله في العبادة، واسأل سبحانه أنه يعيد هذا الحمل والدرية دياله من الشيطان الرجيم.
هذا الدعاء اللي لما كيكون خالص من قلب مملوء بالإيمان كيستجب له السميع المجيب سبحانه، تيق الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أي أنشأها إنشاء صالحا وكفلها زكريا. وزكريا يعني جات النبوة في الكبر دياله، وهو من الذرية ديال هارون اللي ورثوا سدانة الهيكل والخدمة دياله، والهيكل هو ذاك المعبد اللي بناه سيدنا سليمان بالقدس من بعد خروج الإسرائيليين من مصر، واللي تنهب فيما بعد يعني وتحطم من طرف الرومان. وبما أن مريم يعني تولدت يتيمة الأب، حيث يعني توفى الوالد ديالها اللي هو عمران كبير أحبار بني إسرائيل، والأم ديالها يعني كانت مازال حاملة بها، فقد كفلها زكريا. وزكريا هو يعني رجل خالتها، وهذا من فضل الله تعالى على مريم وعلى عيسى من بعد، أنه يكون يعني الكافل ديالها نبي صالح. تيقول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا. فهي كانت يعني مباركة يحفها الخير والرزق الواسع. قيل أنه كان لما يدخل عندها في الشتاء يوجد عندها العنب فصل الشتاء، الشيء اللي يجعل نبي الله زكريا عليه السلام كيتعجب وكيسألها على مصدر هذا الفيض من الرزق. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهو تعالى يرزق من يشاء من العباد ديالوني دون كل ولا تعب ودون تحديد المقدار لهذاك الشيء اللي غادي يرزقهم. وهذا الرد كيدل على مدى الإيمان ديال مريم عليها السلام ومدى الصلاح ديالها منذ الصغر ديالها، ولذلك حلت بها هاد البركات باش تكون إعدادا لها لحمل النبي والولادة دياله، وأيضا إعدادا لآل عمران كلهم المعجزات الأخرى والكرامات اللي غادي تعيشها هاد الأسرة الصالحة من ولادة يحيى وعيسى عليهم السلام جميعا. تيقول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وحدد زكريا عليه السلام في الدعاء دياله صفة الذرية اللي هو باغيها، الذرية الطيبة، لأن الذرية الطيبة هي اللي يرجى الخير ديالها في الدنيا وفي الآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة في الحياة ومن بعد الممات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فزكريا النبي الصالح العابد الزاهد، هذا المنظر ديال مريم في المحراب والرزق والخير كيحف بها وهي في عبادة وقرب ومناجات، هذا المنظر يحرك في نفسه غريزة الأبوة وحب الذرية، بالرغم من أنه كان كبير السن والمرأة دياله كانت عقيم ما كتولدش، لكنها القدرة الإلهية كن فيكون، هي الاستجابة الإلهية للعباد المؤمنين الخالصين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. يعني بشارة من الله عز وجل كتحملها الملائكة زكريا، واحد المولود ذكر غادي يكون سيد القوم دياله، والسيد في اصطلاح الشرع هو اللي كيقوم بإصلاح الحال ديال الناس في دنياهم وفي الأخراهم. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويحيى عليه السلام يوصف الله عز وجل بالسيد لأنه حصل الرئاسة الدينية منذ صباه، فهو عليه السلام نشأني محترم من طرف جميع القوم دياله، فكان حليم تقي شريف عالم. قال تعالى في سورة مريم: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. وكيصف الله عز وجل هنا أنه سيدا وحصورا، أي كيحصر نفسه وكيمنعها من الشهوات ومن النزوات، ومصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بكل كلمة غتجي من عند الله عز وجل. وهذا فيه إشارة لميلاد المسيح اللي هو كلمة الله، كما أنه نبي من الصالحين. لكن هذه البشارة كانت مفاجأة بالنسبة لزكريا، فهي خارقة ومعجزة أنه يولد هو في هذا السن والمرأة دياله عقيم، لكنها الإرادة والمشيئة الإلهية. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وهذا تكريم للزوجة ديال زكريا أن الولد يكون منها هي بالرغم من أنها عاقر، وما أمرش الله تعالى زكريا أنه يتزوج بواحد المرأة أخرى، وذلك لصلاحها. لكن زكريا النبي الإنسان يحتاج العلامة يطمئن بها القلب دياله. قال: رب اجعل لي آية.
أي علامة على وقت الحصول هذاك الشيء اللي بشروا به الله عز وجل. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فكانت هذه هي العلامة على الوقت اللي يعني يتحمل فيه الزوجة دياله أنه غادي يفقد القدرة على النطق وغادي تحبس اللسان دياله 3 أيام، يعني هذا فقط إلى التقى بالناس. وأما إلى اتجه الله عز وجل يعني بالذكر وبالتسبيح فما كيتحبس لشي لسان دياله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والأمر يعني بالذكر هنا المقصود به شكر الله عز وجل. وهذه أعزائي يعني معجزة أخرى يعني كيعيشها زكريا إلى جانب معجزة الرزق الكثير اللي كان كيوجدو عند السيدة مريم في المحراب. يعني وكل هذه المعجزات أعزائي هي تمهيد المعجزة الخارقة المعجزة الكبيرة واللي هي ولادة عيسى عليه السلام بدون أب. تقول الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهكذا أحبتيني كيبدأ إعداد السيدة مريم لتلقي نفخة الملك. فالله تعالى يعني اصطفاها فداتها بحيث يجعلها منزهة زكية واصطفاها على نساء العالم كلهم وطهرها من كل الأخلاق السيئة ومن الرذيلة. فإني اطمأن النفس ديالها وتفرغ القلب ديالها للطاعة والقنوت اللي هو ملازمة العبادة والسجود والركوع مع الراكعين. والأمر يعني بالركوع مع الراكعين هو أن إذن لها بأنها تصلي مع الجماعة لأن النساء ديال بني إسرائيل ما كيصليوش مع الجماعة. وهذه يعني خصوصية لها كتدل على عظم الشأن ديالها وعلو المكانة ديالها. وقدم الله عز وجل يعني السجود على الركوع لأن السجود هو أعظم في الشكر، والمقام هنا هو مقام شكر لله عز وجل على الاصطفاء ديالها والاختيار ديالها من دون نساء العالمين. تقول الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، يعني خير نساء الدنيا. فالله تعالى مصطفى مريم أي اختارها لكثرة العبادة ديالها والزهد ديالها والشرف ديالها والطهارة ديالها. يعني وفي سياق هذه القصة أعزائي وقبل ما تكمل يعني كيتجه الخطاب القرآني للرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام بيان أن هذه القصة يعني عندها غاية ومقصد بحال باقي قصص القرآن الكريم. وغاية هذه القصة هو إثبات الوحي اللي يعني كيحكي قصة مريم وعيسى واللي هي في الحقيقة من أنباء الغيب. تقول الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فإني هذه القصة هي من أنباء الغيب اللي يعني ما عاشهاش الرسول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي ما حضر لهاش، لكن الله العليم الخبير ينبئه ويخبره بها باش تكون يعني حجة على أهل الكتاب. فهي من أسرار الهيكل يعني اللي ما مذكوراش في الكتب ديالهم يعني واللي ما كيعرفوها إلا الأحبار والرهبان ديالهم. فسدنة الهيكل يعني تسابقوا الكفالة مريم لما جات بها الأم ديالها من بعد ولادة ديالها مباشرة. يعني يحكى أنها يعني جابتها في يلا ولدتها لواتها في الخريقات ديالها وجابتها علاش باش توفي بالندر ديالها. فيعني الأحبار ديال بني إسرائيل ألقوا الأقلام ديالهم وهي الأقلام اللي كيكتبوا بها التوراة، وكانوا يعني أيضا كيقترعوا بها في المشكلات من أجل أن البركة ديالها تكون مرشدة لهم إلى ما هو حق وخير. فيعني لحوا دوك الأقلام ديالهم في النهر وهما كيختصموا لإجراء القرعة لمعرفة شكون اللي غيفوز بكفالة مريم، فكانت في كفالة زكريا. إخواني أخواتي يعني ومن بعد هذه الالتفات للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ومن خلالها مواجهة أهل الكتاب بصدق الوحي اللي هو القرآن الكريم يرجع السياق القرآني لمريم العذراء وولادة عيسى عليهما السلام. تقول الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فهذه أعزائي بشارة كيفرح بها قلب كل أم، أولا مولود ذكر وجيه في الدنيا والآخرة أي صاحب وجاهة وهي يعني التقدم على الأقران والكرامة والسيادة يعني ما بين القوم، وهو يعني وصف مشتق من الوجه
والوجه هو أفضل أعضاء الجسم، وهو اللي باين وهو المقدم عليها وهو الجامع لوسائل وحواس الإدراك. يعني كذلك غادي يكون عيسى عليه السلام مقدم على أهل الزمان دياله، كما أنه يعني يكون من المقربين ومن الصالحين. وهذا البشارة يعني حملت إشارة لجوج ديال المعجزات اللي رافق ولادة عيسى عليه السلام. الأولى أنه مولود بكلمة من الله، كن فيكون، فهو مولود بخارقة لعادة الولادة اللي يعني لا بد فيها يعني من رجل ومرأة باش يوقع الحمل. وأما المعجزة الثانية فهي أنه غادي يكلم الناس في المهد، أي من بعد الولادة دياله، وغادي يكلمهم أيضا كهلا، والكهل أعزائي هو اللي كيكون فارق الشباب ودخل في الأربعين. وتكلم دياله للناس يعني الكهل معناه كلام الأنبياء، يعني أنه غيكون نبي، وكلامه اللي هو الدعوة إلى الشريعة. وكان من البشارة أيضا للسيدة مريم أنه غادي يكون من الصالحين. لكن أحبتي الكرام، السيدة مريم العذراء العفيفة كان وقع هذا البشارة عليها عظيم. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فهي يعني كتحسر وكتستفهم استفهام إنكار وتعجب يعني في نفس الوقت. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني وهذا الرد فيه رفع الإنكار ديالها ثم التعجب ديالها، فهي إذا المشيئة أو الإرادة الإلهية التي لا تحدها حدود العقل الإنساني القاصر. وكان لاحظوا أحبتي أن يعني القرآن عبر على تكوين ديال الله لعيسى بفعل يخلق، لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة، فهو عليه السلام تولد يعني من غير أب بل بنفخة الملك. وأما في الآية السابقة اللي هي جواب على الاستفهام والتعجب ديال زكريا عليه السلام، بحيث قال الله عز وجل قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فهو خلق من الأسباب العادية المعتادة، ولذلك عبر عليه الله عز وجل بالفعل. ومن بعد ما اطمأن القلب ديال مريم المؤمنة وهدأت النفس ديالها وتملأت باليقين في مشيئة الله تعالى، يعني كيكملوا لها الملائكة البشارة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهو عليه السلام مرسل بني إسرائيل يعلم الله عز وجل الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة يعني معرفة أسرار الشرع ووضع الأشياء في المواضع ديالها، كما أنه تعالى يعني علم التوراة اللي هي منزلة قبل منه، والإنجيل اللي هو نزل إليه، وأيده بمعجزات وبينات وخوارق. إن أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي معجزة، واللي منها يعني النفخ في الجماد اللي هو ميت فكتسري فيه الحياة، فكي يصنع مثلا من طين بحال الهيئة ديال الطير، ثم كينفخ فيه فتيكون طائر بإذن الله. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. من المعجزات أيضا اللي إيد الله تعالى بها إن إحياء الموتى وإبراء الأكمه اللي هو الأعمى وشفاء الأبرص، والإخبار بالغيب واللي منه يعني ما هو مخبى ومستور يعني في بيوت بني إسرائيل من طعام وغيره. وأبرئ أي أشفي، وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم أي أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وكل هذه الخوارق إنما هي بإذن الله عز وجل، كما أنها يعني آية وبينة بني إسرائيل باش يتدبروا وتفكروا في خلق عيسى عليه السلام، وبالتالي يطردوا كل الشبهات والأساطير اللي ينسجوها حول المولد ديال عيسى اللي هو خارق للعادة. فإذا كان هو العبد الضعيف كينفخ الحياة في الموات وكيحيي الموتى بإذن الله عز وجل، فإن خلق بشر بدون أب وفقط بنفخة علوية على الله يسير. ومن البشارة أيضا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فعيسى عليه السلام يؤيد الله عز وجل بالرسالة ديال موسى عليه السلام واللي هي يعني التوراة، ومصدق لهذاك الشيء اللي فيها مع بعض الإضافات اللي هي مثلا إحلال بعض المحرمات على بني إسرائيل واللي كانت يعني تحرمت عليهم فقط تأديبا وعقوبة لهم على العصيان ديالهم والانحراف ديالهم.
فمثلا حل لهم الشحوم ولحوم الإبل يعني وبعض السمك وبعض الطير اللي كان محرم من قبل، وحل لهم أيضا السبت اللي كان محرم عليهم أنهم يصيدوا فيه. وهاد الأحكام يعني فيها رحمة بهم وتخفيف من المولى عز وجل الرحيم بالعباد ديالهم. ثم كيختم عيسى عليه السلام يعني هذا البيان لبني إسرائيل بأساس الدعوة ديالو لهم، واللي هي تقوى الله عز وجل وطاعة الرسول وعبادة الله تعالى المتفرد بالربوبية. فيعني هو ربهم ورب عيسى عليه السلام، وهذا هو الصراط ديال الله عز وجل المستقيم. تقوى الله تعالى: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فهو تعالى لكونه ربهم يعني ربهم فهو حقيق جدير بالتقوى، ولكونه رب عيسى أيضا اللي يرسله فهذا كيقتضي الطاعة ديالهم لعيسى الرسول، كما أنه عليه السلام استدل بتوحيد ديال الربوبية اللي هما يقرون به وكيعترفوا به على توحيد الألوهية اللي كينكروه. فكما أن الله هو اللي خلقنا ورزقنا ونعم علينا نعم ظاهرة وباطنة، فخص يكون هو المعبود ديالنا اللي نألهه بالحب وبالخوف وبالرجاء وبالدعاء وبالاستعانة وبجميع أنواع العبادة. أحبتي في الله، وهكذا عشنا في هذا الربع قصة هي من أروع قصص القرآن، قصة كتبت وحدانية الله والقدرة دياله الواسعة والمشيئة دياله المطلقة، وكتأكد صدق الوحي وصدق الرسالة. أراكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.